قيل عن سورة عبسة أن نزولها كان عتابا وزجرا للنبي صلى الله عليه وسلم على أمر ما كان ينبغي صدوره عنه صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله طبعا. فما ردك على هذا القول الذي قال به أيضا حتى بعض المفسرين المسلمين للأسف؟ نعم، يعني هو إذا كان هنالك بعض المفسرين الذين يفسرون هذه الحادثة ويرونها بهذه الصورة المشوهة، وكأن هذه الآيات نزلت لزجر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه استهتر أو احتقر ابن أم مكتوم، فهذا قول بعض المفسرين، وأقوال المفسرين ليست حجة على الإسلام ولا على القرآن ولا على أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هنالك مفسرون الذين يرون هذه الصورة، فهنالك مفسرون آخرون الذين يفسرون هذه الحادثة بصورة أخرى. ويعني إبطال هذه الصورة المشوهة من الزجر ومن تصرف الرسول غير اللائق، يعني تحدث بها الأستاذ شمس، وملخصه بأن عبد الله بن مكتوم لم يكن بذلك الإنسان البسيط المحتقر الذي يعني ممكن أن يحتقره الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان ذا حسب ونسب وجاه، ولم يكن بسيطا، بل أمره مرتين على المدينة، وكان من أقارب السيدة خديجة التي كان يعزها ويحترمها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقدرها أيما تقدير. فلا يمكن أن يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الاحتقار تجاه عبد الله بن مكتوم. ويعني القضية أننا يجب أن نعرف بأن التفسير الحقيقي لهذه الحادثة أن هذه الآيات لم تنزل لزجر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من أجل تبيان عظمة أخلاقه والدفاع عنه أمام هذه الاتهامات التي تكال ضده. فيجب أن نتخيل هذه الحادثة عندما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث مع علية القوم، ويأتي شخص يقاطع حديثه. يعني أي شخص يكون في مكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقبل هذه المقاطعة، لأن فيها يعني عدم احترام للضيف، فيها يعني مخالفة ومنافاة لآداب المجالس وآداب الحديث وإكرام الضيف. فكل شخص يعني لا يمكن أن يقبل هذه المقاطعة. ويعني ما حدث من الرسول صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة أنه أولا يعني هو لم يستهتر بعبد الله بن أم مسعود، سورة عبد الله بن مكتوم، وإنما فقط تغاضى عنه لأجل أن لا يعني أن لا يقوم بالتأثير على مشاعره، وفي نفس الوقت هو حافظ على إكرام الضيف. فهذه هي الأخلاق العظيمة. وإلا شخص آخر لو كان مكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يلتفت إلى عبد الله بن مكتوم ويزجره ويعني يوبخه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصدر منه هذا الأمر، بل تمالك أعصابه. فهذه الحادثة تدل على مدى تمالك الرسول صلى الله عليه وسلم لأعصابه، وكيف أنه يتصرف بهذه الحكمة وهذا الصبر مع هذا الشخص الذي جاء مقاطعا لحديثه ولمجلسه. فهذه هي الحقيقة لهذه الحادثة التي نزلت فيها هذه الآيات القرآنية، لكي تبين عظمة أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكي إذا أردنا إثبات على أن هذه الحادثة لم تأتي لزجر الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول بأن تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحداث لم يتغير. يعني لم نسمع بعد ذلك أن من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح أنه كلما كان في مجلس وجاء أحد يقاطعه رد على المقاطع، ثم بعد ذلك عاد إلى مجلسه من أجل إكمال حديثه، بل بالعكس نرى بأن هنالك أحداث مشابهة تصرف بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآيات أيضا بنفس التصرف. يعني هذه الآيات لم تردع الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يغير من تصرفه في مثل هذه الحوادث، بل كان يستمر في مجلسه ولا يكترث بالإنسان المقاطع، لأن الإنسان المقاطع في الحقيقة هو يكون منافي لأخلاق الضيافة وأخلاق الحديث وأداب المجالس. فهنالك حادثة يعني تثبت هذه القضية مشابهة لما حدث مع عبد الله بن مكتوم، وتصرف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس التصرف. تقول هذه عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم
جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه، يعني لم يلتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقاطع مجلسه ويرد عليه لكي يقول له متى الساعة. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذن هذا الشخص الذي جاء يسأل عن الساعة أيضا قاطع حديث الرسول، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكترث بآيات الزجر التي نزلت لزجره ليغير من تصرفه ولكي يرد على هذا المقاطع، ثم بعد ذلك يعود إلى مجلسه ويتابع حديثه في مجلسه. لم تأتنا أوامر عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في مجلس وقاطعكم أحد فأجيبوا المقاطع ثم عودوا إلى مجالسكم، لم تأتي هذه الأوامر وهذه الأخلاق بعد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نرى بأن تصرفه بقي على ما هو عليه كما تصرف مع ابن أم مكتوم. فهذا دليل واضح على أن هذه الآيات التي نزلت في سورة عبسة لم تأتي لزجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما لتبين عظيم أخلاقه وتملكه لأعصابه، وكيف أنه من ناحية لم يزجر ابن أم مكتوم وحافظ على مشاعره فقط بعبوسه، ومن الناحية الأخرى حافظ على إكرام الضيف وعلى احترامهم لأنهم أيضا من علية القوم، ولا يمكن، وبغض النظر إن كانوا من علية القوم أو ليس من علية القوم، لا يجوز أن نقاطع الحديث معهم إذا كان المجلس معهم. فهذه هي حقيقة هذه الآيات التي نزلت في سورة عبسة، لم تكن للزجر، وإن قال بعض المفسرون أنها جاءت لهذا الأمر. أقوال المفسرين تختلف، وما يقوله المفسرون في مسألة الزجر هي ليست حجة علينا وليست حجة على أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تواصلوا معنا عبر العناوين التالية.